كنتش انت اللي بعت الناس دي عشان ده فخ كان معمول لنا؟ انت مجنونه يا ملك؟ انا قلت عليه يتعمل من سكات. حد يعرف يصطاد نديم باشا ده لوحده؟ ده ابن لذيذ. عارف يعني ايه يبقى معاك نص ثروته؟ قبل ما يطلع النهارده هتكون تحت ايدينا. ايوه رنا، انت فين؟ انا مجهزه لك خطه ابليس نفسه هينبهر بيها. نديم فخري هو اللي بعته. هربت يعني؟ خايف نتكشف؟ لو عرف يتباح بره. لا اصلا والمصحف لحل حياتك يا بوز. محدش خرج الراجل ده يا جدعان. يا مريم جيب رجاله عندها في البيت، ده موضوع يطير في رقاب. مش عايزه حد في الشركه يعرف دلوقتي. عايز تتجوزني بعد ما نخلص منه؟ اوكي. مش الليث اللي تقدر بيه مره حربيه زي. هاتي موبايلك وخلاص. هاتي موبايلك التاني بدل ما ضيع لك وشي. اسمه ايه اللي كان متجوز ملك؟ طب هو انت ولا مريم تفتحوا الباب لحد؟ انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول.